حياكم الله أعزائي المشاهدين. قبل سنة تقريبا أو أكثر من سنة، سيف الدين كان من المدمنين وكان رافض أنه يطلع بوجهه بشكل مباشر يعني. وإحنا كان برنامجنا أو صيغة برنامجنا أنه نريد وجوه مباشرة تحكي حتى الرغب الآخرين بالتعافي. سيف أصر أنه يلبس كمامة ونظارات، وأخذنا موافقة بوقتها من مدير القناة حتى يطلع سيف بهذه الصورة، وبالفعل التقينا به يم شهرزاد وشهريار. كان سيف جدا واعي، جدا مثقف، واعي لمرحلته اللي عاشها، الأزمة اللي عاشها، وكان واعي أيضا بمرحلة الشفاء والتعافي، وسمى هذا الطريق طريق مظلم أو طريق أزمات. كانت والدته واحدة من الناس اللي ترفض أنه سيف يطلع بوجهه بشكل مباشر، وعلى هذا الأساس لبينا رغبة سيف، وكان لقاء جدا ممتع. سيف تحدث عن كل أشياء وبصراحة مطلقة، تحدث حتى عن فترة الانتقام من أصحاب السوء اللي كان يدمن وياهم، اللي كانوا يسامونه على بعض الإغرامات من مادة الكريستال. فحدثنا أنه هو باع شاشة تلفزيون وباع تليفونه وباع أشياء كلها حتى يجيب كمية ويساومهم وينتقم من عندهم. فصار الطموح اللي عندي أنه أنتقم، أذل مثل ما انذليت، فبعت اللابتوب، موبايلي، بلازمة غرفتي. حتى بلازمة غرفتك؟ إيه، لهاي الدرجة. زين. وما حسيت بأي تأنيب ضمير. بعد سنة التقينا وياه، رحنا له إلى قرية الصالحين اللي هي سابقا قرية الفارس. رحنا له للبيت، وكانت والدته أولى الناس اللي حثته أنه يطلع هاي المرة بوجهه، وأيضا هي شاركت ويانا بالحديث. ليش؟ لأنه الحلقة الأولى كان سيف جدا فخور بوالدته وفخور بعائلته وفخور بأصدقاء اللي ساندوه بهذه القضية. الوالدة قبل لا اعترف لها كانت شو تقول لي؟ تقول لي سيف احنا سوية درسنا على هاي الامور. نعم. وانا علمتكم على هواي شغلات بالطيب، فالشغلة الوحيدة اللي مخليتني ابعد عن هذا الشك رغم ضعفك ورجفة ايدك وقلة شهيتك للاكل وقلة اختلاطك وختلتك بالغرفة وتسرق الباب، اي واحد يدق الباب تعيط بيه، اكو شغله واحده اللي هي تخلينا بعد ذنك كلن على صف، وانا ربيتك وعلمتك الله وفهمتك الله هاي المواد شو تسوي بالانسان. الله الله والله العظيم الله. فكانت من تقول لي دمعتي تنزل. واحد من عندهم ماهر اللي حث على العلاج، اللي كان يقول له انه انا ما عندي شيء، قال له لا انت عندك هواي اشياء، عندك الاراده وعندك العزيمه وعندك الاصرار، وممكن تجي لطريق التعافي. تعبت يا شلون اقول لك، حاير اصرف على حالتي اللي هي والدي في المستشفى مريض ومستشفى، انا اجيب علاج للوالد لو اجيب 01. وبالفعل سيف الدين تعافى. هاي المره من رحنا له حتى نشوف انتصاره، شوف ايش حقق بالعمل بالعلاقات، ومثل ما قلنا تحدث ويانا بنفس الصراحه وبنفس الوضوح. لقيناه يعمل طريق آخر، لقيناه يعمل بعمل شريف رغم أنه هو أيضا انصاب بحادث دراجة. هذا الحادث أقعده بالبيت قرابة 8 أشهر، لكن أيضا والدته كانت هي السند إلى بهاي الأزمة مثل الأزمات السابقة. تحدث ويانا سيف بوضوح، تحدث عن عمله، تحدث عن عمل الإنساني أيضا وشون حاول يهدي أصدقاء الباقين بهذا الطريق. حياكم الله أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكاياتهم من قرية الصالحين، قرية الفارس سابقا في التاج. جئنا هنا لكي نسجل انتصارهم، انتصار أحد الأشخاص الأبطال اللي صورنا وياهم سابقا في برنامج حكاياتهم، فخليكم ويانا. حياكم الله أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكاياتهم. هذه المرة نسجلها باسم انتصارهم، الانتصار
اللي تحقق خلال هاي الفترة بين اللقاء الأول وبين اللقاء الثاني. ضيفنا اليوم كان بالحلقة الأولى حلقة مميزة، كان بيها الوعي جدا حاضر وكان بيها الحوار جدا جميل. كان اللقاء يوم تمثال شهرزاد وشهريار بشارع أبو ناس ويا سيف الدين. اليوم احنا ببيته هنا منطقة التاج. شلونك حبيبي سيف؟ الله يسلمك حبيبي. شلون صحتك؟ الله يسلمك. حياك الله. احنا اللقاء الاول كان اكو كمامة. اي هذا اللقاء الثاني انت بدون كمامة. اي بدون كمامة. مو اللقاء الاول شوية يعني شلون اقول لك، كانت الوضعية يعني شلون مخيفة. نعم. اي لانه كنت استوني طالع من ظلام أزمة. ومن ازمة يعني. نعم. كبيرة. فكنت احس شوية بقى بي اثار. نعم. فقلت انه اخفي نفسي للحذر. زين. أيه. احنا اليوم اجينا للبيت يمك ولقينا هذا الدرع اللي هو طيناك اياه قبل تقريبا سنه وشهرين. صحيح. اللي هو برنامج حكاياتهم كلش مستعز بي. أيه. انا اريد اسالك عن تاثيرات معنويه، قصدي هذا. أيه. هذا الدرع شنو كان تاثيراته عليك خلال هاي الفتره؟ صراحه هذا الدرع يعني كان بصمه. نعم. بصمه نجاح يعني. حلو. يعني صح انه الانسان ينجح من يطلع من هيك ظلام. نعم. لكن حلو من يخلي بصمة. حلو. أي فكان هذا الدرع بصمة يعني من حضراتكم صراحة، إنه دائما يذكرني بشيء إيجابي دائما. حلو حلو. إحنا كان لقائنا الأول به كلام هواي عن الناس اللي ساندوك. عن أتذكر حسب ما أتذكر عن والدتك. أي. عن دعمها القوي إليك. فهلا. عن ماهر تحدثنا ايضا عن ماهر. أي. خلف صديقك اللي ايضا اعتقد ساعدك بشيء من الخروج من هذا الظلام وهذه المنطقه. صحيح. المظلمه. هاي الفتره شنو صار ما صار تشيننا؟ والله هاي الفتره يعني نقدر نضرب مثال يعني تقريبا نفس مسيره ماهر يعني. حلو. انه هو كان متعاطي تدريبي. نعم. بعدين تحول من متعاطي الى مساند ومساعد للشباب اللي. نعم. يشوفهم هم دخلوا بهيك خطا. نعم. فصراحة أنا يعني جاي أحس بالأزمة اللي هم حالياً بيها. نعم. فيعني حال اللي ساعدوني واللي مدولي إيد حلوة. فقلت يعني الشباب ما أحرمهم من هاي الإيد الجميلة. حلو. فالفضل لله أنه ساعدت أغلب الشباب يعني القريبين بمنطقتي من ناحية التاجي. حلو. فكان شعور بنشوة جميلة. حلو. يعني من أنا أشوف شاب طلع من ظلام وكان سبب طلعته او جزء من اسباب طلعته هو انا، فافرح. حلو جميل جدا. هذا مو ضمن منظمه معينه لو كذا، بس مجرد جهود ذاتيه. جهود ذاتيه. نعم. اي وان شاء الله انه انا مفكر انه اسوي يعني مو منظمه وانما منصه خاصه بي، منصه بسيطه. أه. ان شاء الله. منصه قصدك عن مواقع التواصل الاجتماعي؟ عن التواصل الاجتماعي. حلو. أي. شنو حاب تنشر بيها مثلا؟ شنو اللي ببالك؟ اللي ببالي انه استمع للشباب انه اللي يريد يطلع من هيك طريق واكون تواصله وياه بالسر. حلو. وخلي قصه ولو بسيطه يعني مقاطع بسيطه حتى اذا كان يريد يعني شلون على ارادته هو يعني. حلو. يكون يطلع وجهه وما يطلع وجهه، المهم اني انه اساعد. حلو. تقريبا ايش قد من الشباب ساعدت؟ عندك ببالك عدد لو؟ والله تقريبا يعني بيهم 16 14. حلو. خلال هاي السنه. خلال هاي السنين. حلو جميل جدا. كنت حكينا باللقاء السابق. اي حكينا عن دعم والدتك لك. اتذكر مره من يعني هو باللقاء بوحده من تفصيلات اللقاء. أي. قلت لي بمرحله الشفاء استوني جاي الشافه بعدني يعني وضعك رشيش يعني مو كلش. والدتي اعطتني فلوس وقالت لي روح. اي كنت اي صراحه اشتري بس لا تروح الا هذا، وخلت ثقتها كلها بيه يعني، فخلت ايدها بيدي ومدتني بالمبالغ الماديه الكامله بحيث من تعطيني المبلغ تقول لي متاكده 100% انت ما راح تشتري هاي الماده. عفية. وانا واثقه بيك انه انت راح تروح. شوف الثقه العظيمه. وراح تكمل وراح ترجع لي سيف ابني اللي ربيته وتمنيت اشوفه بعيني، ذاك الانسان الناجح واللي عاش عمره يحب الطب. اي صراحه كان اكبر دافع لي يعني. حلو. رغم انه قلت لك انا يعني حسب ما اتذكر ما ناسي لي هاي. زين. الصراحه يعني انا سبالي اللقاء لانه اللقاء كان مميز. اي صراحه. ف انا قبل صراحه كنت من الزم الدينار اشوفه ماده الكريستال. الدينار اللي الزمه يعني
نهائيا لا تحاورني بهيك منطق انه نعم. انا راح ابقى الدينار واستفاد به شيء ايجابي، لا راح اقبل. نعم. نفس اللحظه انا اطلع اروح اجيب. نعم. لكن الوالده اعطتني بالدينار اللي قدمت لي اياه، ما اذكر المبلغ، انه كان مبلغ ثقه. نعم. يعني شلون انه ما خيبان ظنها. حلو. كانت تشوف بي امل. حلو. يعني هذا اجمل شعور يعني صراحه. فعلا. فرغم هذا لزمت الدينار، تذكرت انه انا كنت من الازمه يعني اروح اجيب الماده واوقف الباب غرفتي وانتهى الموضوع طيران. نعم. بس لا ما سويت شيء. اي. لانه كانت الثقه والامل الجميل انه خلاني يعني شلون وقود انه امشي للمستشفى وامشي انه اعالج نفسي. حلو. حلو حلو جميل جدا. فكلش يعني حلو. الحمد لله. انت اتذكر انه قلت لي انا تعلمت من والدتي ايضا مهنه التمريض والطبابه بهذا المجال. اي صح. وكنت تعمل بهذا الجانب. صحيح كنت. احكي لي ورا اللقاء كم شغله اشتغلت، وين رحت، ايش حققت ما حققت؟ والله صراحه يعني تدري انه الشاب العراقي جاهد يوم تلقى مكان. صح. صراحة صح. فأنا دخلت يعني ما أذكر اسم الشركة. نعم. دخلت بشركة هي دليفري يعني. دليفري. أي فمسيرة كانت حلوة. زين. لكن الحمد لله قدر وصار ودعمت وقعدت. دعمت. أي حاليا يعني رجل بلاتين. أها. أي فمن بعدها. ألف سلامة. الله يسلمك أشكرك. فمن بعدها الحمد لله عدت فترة 8 أشهر قمت بحالي. أها. فاشتغلت ويا جماعتي انه بمطعم. نعم. اي هم دليفري وهم نعم. اساعدهم جوا. فشلون يعني انت ما تبيت مثلا بالمنتشر لا والله ما تبيت يعني رغم انه يا اهلي يشوفني يقول لي ها مكتوب يعني صراحه انه اصعد الدراجه النوب ولا انه اظل قاعد. لطيف. المهم تشتغل. المهم اشتغل. حلو. عشت ايدك. اي لان يعني الطاقة هي لازم أنه أصرفها طبعًا. لمصلحتي مو أصرفها طبعًا. بتفكير سلبي. صح صح. فرجعت المطعم تشتغل ثاني؟ أي رجعت أشتغل بمطعم قريب يعني هنا بالتاج. أها. أي. أنا مرات من أسوي لقاءات بالمستشفى يقولون إحنا مرات يصير تأثير سلبي، يعني مثلا يطلعون من المستشفى واحد ممكن يغول آخر على الرجوع. أيه. فأنا من تقول لي 70% هسه إذا أفترض المجموعة 10 مثلاً. أيه. فالسبعة من عندهم أنت على تواصل وياهم. أيه. أنت ماهر المجموعة. أيه. وثلاثة بالمئة نقول ثلاثة هم أخذت بهم الدولة إجراء معين كان بزمتهم. أيه. سجنتهم. أيه. كذا صح. هذول السبعة من يقعدون سولفون هم يسوون مرات واهس هم يعني واحد من عندهم ولو يسوي واهس للرجوع للإغواء بهالطريقة لو شنو شي يصير صراحة. أيه. أكو. بس شلون يعني كون اوصف لك الوضعيه الجواب اللي يكون من عندنا بطريقه صحيحه. أيه. انه الاجراء اللي يصير وياهم يعني بالحوار. نعم. انه نستهين. ها. نستهين مو بالمقابلنا صراحه. نعم. بس نستهين بهاي الفكره انه يعني احنا طلعنا من هذا الشيء يعني وهذا الشيء يعني صراحه يعني لا حد يزعل مني للغشيم. نعم. اللي يريد يضيع نفسه. نعم. لا أكثر ولا أقل. للي يشمر أحلامه وراه، يشمر عمره وراه، يشمر ثقة الناس وراه. عموما إحنا يعني قبل لا نطلع منا أكيد راح نعطيك هسه إحنا عندنا درع هذا حكاياتهم وعندنا الدرع الجديد مالتنا اسمه انتصارهم. هذا راح نعطيك إياه يعني يمكن بنهاية الحلقة أو قبل ما نطلع يعني منا. بس نحتاج نتحاور ويا عبد الرحمن ويا السيدة الوالدة حتى نريد نسألهم عنك. خلينا نشوف مشاهدينا الكرام نقول لهم خليكم ويانا بين ما نتحدث ويا عبد الرحمن ووالدة سعيد. تحدثنا ويا والدته اللي تحدثت عن فقد زوجها وعن اهتمامها بأولادها الاثنين عبد الله وسيف الدين، وتحدثت لنا عن كيف كانت الدعمة مو فقط هو تدعم كل أصدقائه أو كل الناس الشباب اللي راحوا بهذا الطريق المنحرف. إذن حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة ثانية نلتقي بوالدة سيف الدين. شلونك؟ هلا وعلي. شلون صحتك؟ إحنا ذكرناك باللقاء الأول قبل سنة وشهرين أنا وسيف وذكرناك هسه همينا. قلت له والدتك لها دور عظيم جدا بانتشالك من هاي الأزمة. احكي لنا صار بوقتها شلون وقفتوا وياه؟
شلون ساعدتي؟ يعني ابني يعني شلون اوقف وياه؟ صار المشاكل هواية. نعم. شكيت بي يعني أكثر من مرة أحكي وياه. نعم. يعني اشوفه مرات مقاطع شغلات هيجي على الادمان شلون شي يسوي ادز لي حتى اقول له ماما انت ليش تلحين بالموضوع ليش تدزيلي مثل على الفيس او على الواتساب شلون يدمر شلون يسوي اقعد احكي وياه مثل بينه وبينه اقول له انت ايش تريد ايش تطلب قل لي يعني لا تخاف من عندي انا معلمتهم منهم اطفال قالت لهم حتى اذا سووا شي غلط تعالوا اعترفوا لي وكانوا يعرفون يعني يشتغلون وياي بالعياده ويعرفون شنو الادمان وش يسوي فما كنت اتوقع يعني ابني في يوم من الايام راح يصير مدمن يعني شغله كلش كانت صعبه عليه صعبه بس شو اسوي دور الام هذا حلو يعني لازم وقفتي جنبه بهالطريقه هاي طبعا شلون لعبت بالبدايه ما اعترف بالسيف لا ما اعترف بس انا يعني ما اعرف لانه انت تعملين من المجال يعني الطبي ايه يعني كانوا يجونا حتى يعني منتسبين كانوا يجونا كنت انصحهم يعني انا كنت انصح ناس قدامهم نعم مثلا ما يصير دول اللي يسهرون تعرف ما يصير هيك تسوي ما يصير ويسمعون كلامي حتى يصحوا لي دكتوره ويحبوني ويحترموني حلو يعني هم هم كانوا يعلمون وكانوا يفهمون الادويه ما نعطيها لاي واحد نعرف هذا المن وهذا شنو هذا وهذا يسبب ادمان وهذا يخوف حتى هاي ادويه التحسس تعرفها نعم الهرمين وغيرها نعم عافيه فكنت يعني يعرفون كل شيء يعني شلون وقعوا هاي الوقعه ما اعرف بس هي بعد اصدقاء السوء طبعا تعرفوا مشاكل مرينا بيها مرض والدهم نعم يعني هواي شغلات ادت لهاي يعني هاي السالفه كلش قويه بس شو اسوي حلو بس هو اللي اعتقد اللي خرجه من هاي الازمه الثقل العاليه اللي انت منحتيه اياها ايه قبل سابقا واثناء الازمه اي طبعا نعم يعني تقول له هاي ازمه وتعدي اهم شيء انت ثقتك برب العالمين وباهلك ماكو مثل عائله صح يعني الاهل مهما يكون اهلك صح يعني صح الاصدقاء يرادون بس مو كل صديق صديق تبقى الام الاخ الاخت صح. يعني اقرب شيء للانسان ترى ماكو اقرب والاب هم خطايا ابوهم اي والدهم يعني توفى هم صغار الى رحمه الله نعم يرحم والديك فمره هواي امور صعبه يعني كنا ليل ما ننام الله يساعدكم الله يساعدكم هسه شلون مسيره سيف خلال هاي الفتره لا وين هسه عبالك هو كبير هو يعني كبير يعني سيف نوع اللبق كلش لبق يعني نعم ومحبوب والناس كلش صح تحبه بدليل انه كان حوارنا كلش ممتع بالحلقه ايه السابقه يعني يعني جدا. وين ما اروح بصراحه الناس تحبه نعم. وتمدحه يعني ما اخير عن اخو عبودي يعني قصدي هسه هاي الفتره بس زين بس رجع يعني غير شيء الحمد لله والله العظيم هاي العلاقه جدا جميله انه انت علاقتك ويا عبودي ويا سيف احسها علاقه صداقه اصدقاء اي اصدقاء يعني. مو انا يعني تزوجت يعني صغيره فصار لا بغض النظر عن العمر ما اقصد انا اقصد العلاقه ويا الابناء حلوه تكون بهالصوره هاي بس يعني اقول لك يعني حسيتهم من تزوجت يعني صغيره صاروا هم اخوتي حلو. هم اصدقائي هم اهلي جميل جدا يعني انا من النوع اللي ما ابتعدت عن اهلي اهلي كلش احبهم ويحبوني لحد الان حلو. يعني المسؤوليه عندي من انا صغيره فهم يعني طلعوا مثلي الحمد لله عندهم هاي الشيء المسؤوليه احنا بدنا نحاول بكت الله يعني للاحسن الوظيفه ان شاء الله ان شاء الله يعني بدنا نسعى لهاي الاشياء انه إن شاء الله. شباب يستحقوا طبعا كل الشباب مو بس اولاد يعني مو لنا اولاد يستحقون احنا سيف اليوم عندنا الدرع مالتنا هالمره مو حكاياتهم الدرع كتبناه باسم انتصارهم فخلي يجي سيف سيف تعال هنا احنا نريد نعطيك الدرع انا والوالده سيدة الوالده تعال تفضل يقعد هنا بنصنا انت صديق وابن ام سيف صديقة وابنها أكيد هذا الدرع من شبكة الإعلام العراقية اسمه انتصاره هذا نريده يكون بصف هذا الدرع الآخر اللي احنا طيناك إياه تقريبا قبل سنة لحكاياتهم أنا كلش سعيد بهذا الانتصار بهذا الإنجازات اللي حققتها خلي والدتك تعطيك إياه الدرع حتى هم يكون عهد جديد ووعد جديد أنه أنت تلتزم بنفس الطريق يا ربي والله أنا صراحة أنه يعني فاتتنا بالحلقة الماضية أي. أنه أشكر جهودكم يعني لا العفو صراحة أبدا يعني قليل تلقى هذا واجب حافز يحفز يحفز الشاب ويقدم له جائزة وصراحة العفو أنه دعمكم بالكلام الطيب هو جائزة هذا واجبنا هذا كل شيء يعني أقل الواجب هذا مو بس واجبنا يعني أقل الواجب إحنا راح ورا ما الوالدة تعطيك الدرع ننتقل للمكان العمل مالتك إن شاء الله هم هناك نكمل حديثنا إن شاء الله شنو رأيك ماشي أهلا وسهلا بكم إذن أعزائي المشاهدين خلي ننتقل
أنا وسيف إلى مكان عمله حتى نكمل حوارنا بالجزء الأخير من هاي الحلقة. انتقلنا ويا سيف المكان العمل مالته، العمل اللي يشتغل بيه ديليفري بمطعم، كان مكان جدا جميل. وكملنا حديثنا ويا سيف وحدثنا عن وصف الطريق المظلم اللي خرج من عنده والآن هو يعيش طريق النور. مرة أخرى حياكم الله أعزائي المشاهدين. انتقلنا العمل سيف اللي هنا بمطعم، هو بنفس المنطقة بالتاجي، تقريبا يبعد عن سكنه يعني 10 دقائق بالسيارة. حدثنا بالسيارة أنا وسيف، قلت له أكو هواي ناس لما شاهدوا الحلقات الأولى من برنامج حكاياتهم أكو تعليقات سلبية، هم ناس طاقتهم سلبية، شي يقول لي؟ يقول لك ذول اللي تعالجوا كلهم يرجعون، كلهم كذا. مو صح، يعني احنا دائما نأكد على انه اذا من 10 طلعنا 5 أو 6 جيدين فاحنا نقدنا 6 عوائل أو 5 عوائل. الناس مستمرة، الشباب مستمرين، ومو بس يتعالج ويصير زين، لا، مثل ما شفنا وسمعنا من سيف انه هو يبدي يعالج الاخرين، يبدي يسحب الاخرين لطريق الضوء من الطريق المظلم حسب تعبير سيف. مو صح لو لا سيف؟ بالضبط فعلا. هو صراحة للأسف انه يعني اكو نماذج لدرجة يبين السلبية انه كأنه اغسل ايدك من هاي الاشخاص. نعم، لانه هم بشر حالة حال طبعا صراحة. واحد مر بأزمة معينة، وهي مثل ما قلنا ذكرنا باللقاء الاول انه انا تورطت بها انه كتجربة، فضول. لكن ما ادري انه هي انا هاي التجربة راح قبل تشمرني بإدمان، فاكو انا متأكد اكو هواية هيك شباب. نعم، فأنا للأسف أقول إنه يرجعون وهاي، لا بالعكس، هو يتمنى أنا ساعده بس يخاف. 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 أنا جاي أحكي لك عن شعور مريت به. نعم. ما جاي أحكي لك عن إنه سمعت منه أو منه، لا. أنا مريت به. نعم. تخاف. نعم. حدثتني سيف بالبيت شنة، قلت لي من أصدقائك السابقين 70% وياك و30% القوات الأمنية. حدثني أيضا أنا وياك بالسيارة على القوات الأمنية. أعتقد قواتنا الأمنية مكافحة المخدرات. أيه. كانت نشطة خلال هذا العام والعام اللي قبله أعتقد، خاصة هذا العام، يعني هي نشطة منتهين منها صراحة. نعم. لكن هاي الفترة خاصة. نعم. ما شاء الله على الإجراءات اللي جاي ياخذوها. حلو. وهذا الشيء مو مديح، لا صراحة. نعم. ولا مجاملة بهم نهائيا، لا أبدا أبدا، لأنه صراحة ما عندي أي مصلحة من هاي الناحية. نعم. قلت لي سيف أيضا أنه عن برنامج انتصارهم. أيه. قلت لي ليش انت جاي تلتقي تروح للاماكن مال كل شخص التقيت فيه؟ قلت لك ايه. قلت لي هذا تعب. اي فعلا، بس احنا نعتقد من عنده ثمره. ايش تعتقد شنو الثمره من هذا الموضوع؟ والله بمعنى الكلمه انه ثمره يعني عظيمه والعظمه لله. نعم. لانه انت يعني جاي تبرز الانتصار بمعنى الكلمه انت. نعم. صح، برزت الانتصار البدائي والحكايه. نعم. ومنين بدت الطريق وين انتهى الطريق، لكن. نعم. انت جاي لحد الان انت مستمر تبرز النجاح. اذا هذا المطعم اللي انت تعمل به اليوم قاعدين هنا. اهلا وسهلا حبيبي. أهلاً وسهلاً. هذا الشيف احمد وياك. اي احمد، استريح شوي، خلينا نسالك على سيف. طبعا صديقي العزيز يعني بعد الجمال. عليكم السلام. هلا حبيبي. هلا شيف احمد. شباب حلوين انتم، الله يحفظك. ردنا نسالك عن سيف، علاقتك بيه شنو؟ والله سيف صديقي من ايام المدرسه. من ايام المدرسه؟ ايه. والله حلو. والله سيف يعني اقول لك خوش ولد، مرتب. نعم. خلوق. حلو. يعني انسان راقي جدا. تمام. بس تعرف يعني الانسان معرض لازمات. عافيه. طبعا قلت لك انا اختفى عني فتره. نعم. من التقيت فيه قلت لك صار فيه. اي. يعني وجهك متغيره، كل شيء متغير فيك. نعم. شنو صار فيك؟ اي. شرح لي وضعيتك. زين. تفاجئت. نعم. كسيف يعني يعني وش صار فيك؟ قال لي والله قدمت نصيحه وهاي. نعم. هو استقبل النصيحه من عندي. حلو. يعني راح سيف عالج. نعم. دخل مرحله علاج. يعني هسه شلون وجهه سيف؟ الله يعني رجع انسان راقي جدا. تمام. يعني حتى بصلاته يعني هواي امور. تمام. غير تمرين يعني حتى عن غير عن قبل. حلو، جميل جدا. طبعا التجربه اذا ما تضيف لك فائده وثمره شنو ما لها قيمه يعني. اكيد اكيد. هو سبحان الله البشر يعني قلت لك. تمام تمام. شكرا لك شيف. شكرا حبيبي وممتنين جدا. حبيبي. سهرت اول ليله ثاني ليله، قمت احكي اسولف ويا والدي. طبيعي جدا. طبيعي جدا، بس شنو ما اكل؟
ما تاكل. اي بس ما جت ببالي انه نهايه هذا الشيء شنو يعني. تمام. جسمي راح يهلك طبعا. لا من الطاقه وماكو اكل. اي قمت اعتبر انه هاي الحبايه هي الطاقه، لكن هاي الحبايه هي الرصاصه، لكن هاي الحبايه هي الرصاصه. احنا اليوم كنا سعيدين رغم بعد المسافه، بس اجينا هنا سعيدين باللقاء وياك بالسيده الوالده، سعيدين ايضا التقينا بكادر المطعم اللي انت تعمل به، وسعيدين بجهودك ونشاطك وطموحك واحلامك حبيبي سيد. والله انا الاسعد صراحه. شكرا. وصراحه خان النسيان بشخص، شخص كان داعم يعني. حلو. هو مو نسيان وانما انه ما صحت الفرصه. نعم. الفرصه. نعم. احب يعني من بعد ما اشكركم واشكر الكادر والقناه، قناة العراقية طبعا. نعم. واشكر كل شخص مد ايد العون لاي شاب. نعم. اذا ما صحت فرصة انه شكرا انا شكرا نيابة عنه. واشكر الخال الغالي الاب الروحي. نعم. السيد والاستاذ علاء الخرسان. علاء الخرسان. الخرسان. كان داعم لك؟ كان داعم لي، داعم يعني كبير والكبر لله من بعد الباقين. حلو. حلو. يعني اكو ناس تؤمن بطاقات الشباب. أيه. يمكن امن بطاقتك، امن بارادتك ودفعك لهذا الجانب. الحمد لله. احنا طبعا اكيد بدورنا ايضا الشكر ونشكر اي انسان يمد ايد المساعده، يد العون، ان يقف بجانب انسان طموح عنده احلام، عنده حلم، عنده هدف يريد يحققه اكيد. والحمد لله على هاي النعمه اللي عندنا يعني بالعراق، عندنا هوايه ناس داعمه لهذه الاشياء الايجابيه. شكرا. اذا اليوم سجلنا انتصار لسيف الدين. الحمد لله. تحت برنامج انتصاره. الحمد لله. شكرا جزيلا. وجودكم الانتصار. شكرا. ان شاء الله. شكرا لك. ممتن جدا حبيبي. شكرا.